محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين، بكتابه المسمى بمختصر أبي شجاع. في كلامه على التيمم قال فصل، يبقى احنا بنتكلم على التيمم فصل، واحنا كان قبل ذلك قد تكلمنا على الفصل لغة واصطلاحا. فصل يتكلم فيه على التيمم قال وشرائط التيمم، يبقى فصل في التيمم. هذا الباب وهو باب التيمم أو فصل التيمم كما سماه الشيخ هنا هو الثاني من مقاصد الطهارة، مش الثاني، هو الثالث من مقاصد الطهارة، لأن الأول من مقاصد الطهارة إيه؟ الوضوء، والثاني الغسل، والثالث التيمم. يبقى الطهارة لها مقاصد ولها وسائل، والوسيلة لها وسيلة. فالوسائل التراب والماء، ووسيلة الوسيلة الظروف والأواني، والمقاصد اللي هي عندنا اللي هي الوضوء الغسل التيمم إزالة النجاسة، يبقى أربعة. هذا هو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة وهو التيمم. وعلماؤنا تكلموا على الأدلة في مشروعية التيمم وذكروا منها الإجماع، قالوا إن الإجماع قائم على مشروعية التيمم، لكنه في بعض الأحيان قد يكون واجبا ويكون محتما، وفي بعض الأحيان يكون ممنوعا وهكذا. لكن التيمم إذا وجدت أسبابه فإنه حينئذ يكون مشروعا. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فتيمموا أمر بالتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخبر مسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها، والتربة هي التراب، وتربتها لنا طهورا. والتيمم كما ذكر علماؤنا هو من خصائص هذه الأمة، حيث إنه لم يبح لأمة قبل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر العلماء في السنة التي فرض فيها التيمم أنه فرض في السنة السادسة، وهذا هو المعتمد وهذا هو الصحيح عندنا في المذهب، أنه فرض في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بعض العلماء أنه فرض في السنة الرابعة، لكن الفرض في السنة السادسة هو الذي صدر به علماؤنا الكلام، فدل ذلك على اختيارهم له. وهل هو رخصة ولا عزيمة ولا فيه تفصيل؟ الأئمة في مذهبنا حكوا ثلاثة أقوال، قيل إنه في كل أحواله رخصة، وقيل إنه في كل أحواله عزيمة، وقيل هو رخصة في مكان وعزيمة في مكان آخر. يعني في بعض الأحوال يكون رخصة وفي بعض الأحوال يكون عزيمة. طيب اقرأ كده عندك، الباقوني ذكر هذه الأحوال. وفرض سنة سن كما متى يكون رخصة ومتى يكون عزيمة، وذكر في بعض الأحوال إن كان لفقد الماء كان يعني رخصة، وإن كان للعجز عن استعمالها شرعا بأن تمكن منه فإنه يكون عزيمة. اقرأ نصه. واختلف فيه فقيل رخصة مطلقا، يعني في كل أحواله سواء كان فقد الماء حسي أو كان فقد الماء شرعي، لأن الفقد قد يكون شرعيا كما سنوضح وقد يكون حسيا. ففي الفقد الشرعي والفقد الحسي هو رخصة.
ايش هي يعني ايش رخصه؟ الرخصه قلنا هو الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل لعذر. هذا تعريف مين؟ الامام البيضاوي، هو تعريف يعني احبه واختاره في شرح يعني الرخصه والعزيمه. وقيل العزيمه هي الحكم الثابت على الثابت بدليل على وفق دليل او على خلاف دليل لا لعذر. يلا وقيل عزيمه مطلقا يعني في كل الاحوال سواء كان فقدا حسيا كان التامم للفقد الحسي او كان التامم للفقد الشرعي. وقيل ان كان لفقد الماء فعزيمه والا فرخصه. ان كان لفقد الماء مش موجود معدوم حسا يبقى عزيمه، وان كان يعني ما هو هنا بقى ليه بقى كان عزيمه وليه كان رخصه؟ كمل لان ده بقى سؤالين انتوا اللي هتجاوبوا عنه في امتحانات كده، مش امتحانات يعني بنفكر مع بعض، بنفكر مع بعض كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا. وقيل ان كان لفقد المال فعزيمه والا فرخصه وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني. الله شيخ الجامع الازهر. يا سلام شوف الكلام الجميل كده، يعني ما فيش هضم لحقوق الاخرين. بيقول ان كان لفقد الماء كان عزيمه. ده معلوم. بحثنا عنه وفتشنا عنه هنا وهناك لم نجد الماء. يكون استعمال الماء في هذه الحاله عزيمه. عزيمه يعني وجب استعمال الماء في هذه الحاله. طيب عزيمه يعني حكم ثابت بدليل على وفق الدليل او على خلاف الدليل لا لعذر. يعني احنا عندنا في العزيمه الوضوء رخصه ولا عزيمه؟ عزيمه. ليه؟ لان حكم ثبت بدليل على خلاف الدليل اللي هو ايه؟ اللي هو براءه الذمه ولكن لم يثبت عذر للمشقه. فهنا انتبه، هنا عند عدم الماء مالكش عذر، تتحتم عليك. ايه البديل الثاني؟ مفيش بديل، مفيش بديل لهذا، ولذلك مفيش عذر. طيب ولذلك يكون عندنا ايه؟ يكون في هذه الحاله عزيمه. طب انا يعني لو استعملت الماء سيترتب على ذلك مثلا مرض، او يترتب على ذلك يعني زياده المرض، او يترتب على ذلك شيء فاحش. يعني ايه شيء فاحش؟ يعني هستعمل الماء في وجهي اللحمه دي هتسود ويبقى عضو ظاهر، فحينئذ اعدل مع تمكني من استعمال الماء اعدل عن الوضوء الى التيمم لانني معذور. والعذر هو ايه؟ مشقه استعمال، دفع مشقه استعمال الماء، دفع الضرر في استعمال الماء. اذا هنا وجد العذر ام لا؟ وجد المجوز للرخصه وهو العذر. طب في فقد الماء مفيش. لذلك هم لما تكلموا في اكل الميته اختلفوا فيها، هل هي رخصه ولا عزيمه؟ فبعضهم قال لا هي بالعزيمه اوفق، وبعضهم قال لا ده هي رخصه، وبعضهم قال لا ده هي رخصه من جانب وعزيمه من جانب، وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد. لكن هنا لو عدم الماء حسا فيكون عزيمه، لان ما فيش عذر، لانك حينئذ انتقلت من ماده الى ماده، كمثل غسل القدم والمسح على الخفين. هو المسح على الخفين رخصه ولا عزيمه؟ عزيمه، لكن لك ان تغسل القدم او ان حضرتك تمسح على الخفين. طيب يبقى الفرق انه في العجز الشرعي يكون فيه عذر، وفي العجز الحسي مفيش عذر.
ويكون كأنه فرض هكذا بدلا عن الوضوء لعدم وجود الماء. في الرخصة لا، الماء موجود، هذا الفهم يعني، لكن هناك مشقة في استعماله. أنا معيش إلا شوية مية، ولو شربت، لو أنا توضأت هعطش، احتمال لي يحصل لي حاجة. فالشرع يقول لك للمشقة، لدفع المشقة تيمم. أنا معايا الكلب، معايا الحصان بتاعي، ومعايا قدر من الماء، وأخشى إني أنا لو توضأت أخشى على حصان هيموت، وده الحصان ده اللي شايلني، وده مال، ففي مشقة حينئذ. فهذا هو توجيه ما قاله الشيخ الحفني والله أعلم. طيب عندك حاجة تاني بعد الحفني؟ مفيش. وده أعتقد اللي اختاره الإمام الغزالي. لما تطلع شوية من فوق من الشيخ البجوري وتروح للمغني وهتلاقي الكلام ده موجود. قالوا إن التيمم منحصر في عدة أطراف. أولا في الشرائط وهو ذكرها هنا، وفي فرائضه وهو ذكرها هنا، وفي سننه وهو ذكرها هنا، وفي مبطلاته وذكرها هنا. فالكلام منحصر في أربعة أطراف: الشروط، شروط التيمم، فرائض التيمم، سنن التيمم، مبطلات التيمم. عندنا بقى في أشياء هو ما ذكرهاش: مكروهات التيمم وسنن مكروهات التيمم فقط اللي ما ذكرهاش. التيمم لغة هو القصد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا يعني لا تقصدوا، يعني لا تقصدوا المال التافه الحقير الذي يعني هو من الرداءة بمكان لتنفقونه في سبيل الله، لا تقصدوه لتنفقونه في سبيل الله. يعني عند حضرتك مثلا كده طعام، والطعام دوت ضرب، فتقول والله طب انا اديه للراجل الفقير اللي جنبينا ده، يا راجل حيعين ترب نفسك، ده انت قبل ما بتتصدق الصدقه تقع في يد الله، اتعطي في يد الله ما لا تستحسنه لنفسك؟ ولا تيمموا الخبيث منه، خبيث يعني الرديء. وده دايما بعض الناس انه اذا اراد ان يتصدق ان يخرج مثلا مالا بحث عن اسوأ المال الذي عنده حتى يخرجه في سبيل الله. سيء الادب، اذا سوء ادب مع ربنا، وكمان فيها يعني عدم صدق في اخراج المال. الافضل ان تخرج من المال الذي تتعلق نفسك به حتى تؤدب النفس على تعلقها بالاشياء عند التصوف. هنعمل حضر هنا قريب. قال: وشرعا ايصال تراب طهور. ما هو التراب الطهور ده خلي بالك ركن، والايصال ده ركن اللي هو النقل، للوجه واليدين، ومسح الوجه واليدين ده ايه؟ ده ركننا ده اربعه. بدلا يعني يكون بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. طيب واضح جدا، ومن خلال كلامنا على التيمم ستتضح هذه الأركان بتفاصيلها. فهم من التعريف أنه لا بد من فعل الفاعل، إذا لا بد حينئذ من أن يكون هناك فعل للمتيمم أو لمن أذن له المتيمم في أن ييممه، يبقى لابد حينئذ من الفعل. فلو وقف في مهب الريح، في ريح جاية ونقل أطراف، فسد إيده كده أهو، وناوى استباحة الفرض، لم يعصر. لماذا؟ أنت عملت حاجة، لابد من نقل التراب
حتى ولو نقلته من الهواء ده انت واقف كده في مهب الريح وما اتحركتش وما عملتش حاجه. وجاء التراب فملأ وجهك ويديك الى مرفقيك ونويت. طب فين الايصال؟ ما حصلش ايصال. لكن لو الهواء قام وانت جبته من الهواء كده اهو ومسحت وجهك وايديك يبقى انت نقلت التراب، صح يا مولانا؟ طيب تراب طهور، طهور يعني مطهر، فلا يكفي الماء المستعمل كما سائل، فلا يكفي التراب المستعمل ولا التراب النجس ولا التراب المتنجس. قوله عن وضوء او غسل حتى ولو كان الوضوء مندوب او الغسل مندوب، فنحن نتيمم للوضوء المندوب ونتيمم كذلك للغسل المندوب، زي غسل الجمعه، زي غسل العيدين، زي غسل الاستسقاء، الكسوف، الاحرام الى اخره. ونتيمم كذلك عن الوضوء المجدد، يعني انا توضئت صليت صلاه المغرب عايز اصلي ركعتين، بحثت عن الماء لم اجد الماء، مفيش ميه، ومكتوب على الرسائل احنا في دوله متحضره بعتوا لنا كده رساله على الواتس الى الشعب الكريم المفضال، بارك الله في هذا الشعب الصابر المجاهد، هنقطع المية 50 يوم. طب انا عايز اصلي، خلاص هنبعت لكم تراب، واخد بالك، مغلف لغايه البيوت تتيمموا منه. دي الرقي، ده كل ده هزار، احنا ما بنضبطش على حد. او غسل، او غسل عضوي، اي غسل عضو واجب، اما غسل عضو مندوب فلا، او غسل عضو واجب فلا يتيمم عن غسل عضو مندوب. طب افرض اني انا دلوقتي، وده هنتكلم عليه ان شاء الله عند يعني الكلام على الجبيره والى اخره، فلا يتيمم عن غسل عضو مندوب. طب انا مش عايز اتمضمض، اصل عندي مشكله في فمي والدكتور قال لي ما تشربش، ما تحطش فيها ميه، ينفع ان انا بقى اتيمم عن المضمضه؟ بنقول له لا. شفت بقى السور ازاي؟ تقلقش، مشايخنا الحمد لله كان لنا استاذ اسمه الدكتور كمال العناني، واخد بالك، وهو من احد الفقهاء، يعني كان يربينا على كيفيه تصوير المساكن، وقرأنا معه سنوات وكنا نحاول أن نزكي هذه الملكة، لأن ده كان عبارة عن حجر عثرة بيننا وبين الفقه، تصوير المسائل. والحمد لله تلقينا منه تصوير المسائل في عدة سنوات وتدربنا على ذلك تدربا واسعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا على ما نحن فيه من عوج. طيب قال بعد ذلك وشرائط التيمم 5 أشياء. وشرائط، شرائط يا مولانا جمع ايه؟ جمع شريطة، بمعنى خصلة مشروطة، ومشروطة مأخوذة منين؟ من الشرط، والشرط اللي هو يا مشايخ العلامة، والشرط معناه ايه في الاصطلاح؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طب الخمسة أشياء التي ذكرها هي محض شروط؟ قالوا لا، في هذه الخمس بعضها شروط وبعضها أسباب، غير أن إطلاق اسم الشرط على ما هي شروط وأسباب من قبيل التغليب، كما أننا نسمي مثلا أبو بكر وعمر العمرين، ونسمي القمر الشمس والقمر القمرين، تغليبا للقمر على الشمس، وهكذا. فده بيسموه باب الايه؟ باب التغليب، وهو اداه من ادوات العربيه. فاطلاق الشرائط على الشروط وعلى الاسباب من قبيل التغليب، وهو باب من ابواب المجاز، لانه هناك اسباب ذكرها في الكلام. قال وشرائط التيمم 5 أشياء باعتبار ما ذكره هنا. المحققون قالوا
كل الأسباب والشروط ترجع إلى شيء واحد. كل الأسباب والشروط ترجع إلى إيه؟ إلى سبب واحد. إيه هو؟ العجز عن استعمال الماء حساً أو شرعاً. وهذا السبب الكلي له أسباب اللي هي الخمسة، وبعضهم جعلها سبعة. تقرأ في البكور يقول لك يا سائلي عن أسباب حل تيممي سأمليك، مش عارف ذكرها سبعة. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في بعض مؤلفاته جعلها 21، لكن كلها في الآخر كما يقول المحقق العلامة البجوري كلها تعود إلى شيء واحد فقط. إيش هو؟ العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. وفي بعض النسخ طبعا مش هنقرأ كل حاجة من البجوري، هناك أشياء مهمة، ولكن اللي أنا نقله ده عبارة عن خلاصة الشيخ البجوري. فاللي عايز يقرأ في الحاشية، لأن الحاشية دي يعني حاشية نفيسة جدا وحاشية معتمدة ويعني درست وأفتي بها سنوات طويلة، وشيخنا الإمام يعني عندما قابلناه في أوائل التسعينات أرشدنا إلى هذه الحاشية وقرأنا جزء بفضل الله منها عليه. قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء. في بعض النسخ بدل خمسة بيقول خمسة خصال، والخمسة خصال بمعنى أشياء وما فيش خلاف. وجود العذر بسفر أو مرض، يبقى دي رقم واحد، خليك معايا كده. يبقى أولا شرائط التيمم خمسة، اكتب عليها رقم واحد وجود العذر، يعني الفقرة الثانية، ولكن هي في الشروط والأسباب رقم واحد، وإن كانت في الفقرات رقم اثنين. هذه هي الخصلة الأولى، هي الخصلة الأولى والشيء الأول من شرائط التيمم، وهو وجود العذر. يعني وجود العذر يعني تحققه وحصوله، فكأنه قال تحقق العذر وحصوله بسبب السفر، فالباء هنا سببية وخصة. طب مش معنى قال السفر؟ قالوا لأنه هو الموضع الذي يكثر فيه فقد الماء، ففقد الماء يكثر في السفر، فلذلك خصه لأنه هو الغالب. ولكن لو يعني كان الحضر الغالب فيه فقد الماء يكون الحكم كذلك، مش مشكلة. فالمضار على ايه؟ على فقد الماء، سواء كان في الحضر او كان في السفر. وهذا كما يقولون مثال للعجز الحسي، اللي هو ايه؟ اللي هو فقد الماء، تحقق فقد الماء، ده عجز حسي. طب وفي العجز الحسي يبقى التيمم رخصة ولا التيمم عزيمة؟ ولا فيه تفصيل؟ تقول فيه ثلاثة، قيل رخصة مطلقا عزيمة مطلقا، فيه تفصيل، نحفظها مع بعض كده. رخصة مطلقا عزيمة مطلقا فيه تفصيل. طيب قال بعد ذلك بسفر أو مرض. مرض دي معطوفة على إيه؟ على سفر. بسفر أو مرض، ومرض هذا بيان للعجز الشرعي، أي حصول مرض. إذا أنا لو استعملت الماء هيحصل لي مرض، وهقول لك هتعرف المرض منين، فيها كلام. إذا استعملنا الماء حصل المرض، أو المرض موجود لكن لو استعملنا الماء سيزيد المرض، أو المرض موجود والحمد لله باخد أدوية والطبيب قال لي الحمد لله أنت ماشي كويس، لكن لو استعملنا الماء يعني بدل ما أنا فترة العلاج هتاخد أسبوعين هتاخد لها ثلاث أسابيع. فهمنا؟ مش هتلاقي والله الكلام هو موجود، بس أنا
يعني بحاول ان انا اسقطه على الواقع العصر بتاعنا ده اللي هو بيسموه بطء البرج. يعني بدل ما انا هخف وهاخد مرحله علاج لمده مثلا شهر هتبقى شهر ونص خلاص، اترك الوضوء او اترك الغسل واذهب الى قدام الله. شفت بقى ربنا جميل. طيب مين بقى اللي يقول لي الكلام دوت ان انا لو توضعت هيحصل لي مرض او ان المرض هيزيد او ان فتره العلاج هتطول وتتاخر فتره الشفاء؟ قال لك اول حاجه الطبيب، مطلق الطبيب. قال لا، لابد ان يكون الطبيب عدلا في الروايه. ما هو الطبيب هو متخصص. عدلا في الروايه ليه؟ قالوا لانه هو اخبار، هذا من قبيل الاخبار، ده هيقول له خلي بالك انه هيحصل المرض او هيزيد او هيتاخر الشفاء. ده اخبار ولا مش اخبار؟ طيب وهذا الاخبار يحتاج فيه الى عدل في الروايه مش عدل في الشهاده، لان عداله الشهاده تزيد في الضوابط وفي الشروط عن الروايه. فالشرط حينئذ ان يكون عدلا في الروايه. يعني يا مولانا الطبيب غير المسلم ينفع اعتمد عليه في التحول، ده مذهبنا كده، من الوضوء او الغسل الى التيمم؟ لا، لانه عندنا في عقيدتنا. لكن ده مش معناه نصب العداء وفقد التواصل، ولا الوطن يجمعنا ويشملنا وحقوقنا في الوطن متماثله. طيب ان الحاجات الدينيه ده معتقدها جواي، فسيبني اللي جواي جواي، انت مش هتحكم عليا، انت عقيدتك شكلها ولا انا هحكم عليك. لو انا مكانك اقول لك خلاص خليك مع عقيدتك ما دام عقيدتك جواك وعقيدتي بداخلي. فيعني هذا شيء وهذا شيء. ويجوز ايضا ان يعمل بمعرفته. افرض ان انا قارئ ومطلع على الامور الطبيه، قارئ كويس وخدت دورات في مثل هذا الشيء، ومن خلال دراستي وتطبيقاتي علمت او عرفت انني لو يعني استعملت الماء سيحصل المرض او انه هيزيد او انه هو البرق يعني هيطول، فهل يجوز ان اعمل بعلمي ومعرفتي؟ نعم يجوز. ما هو سيدنا عمرو بن العاص عمل بمعرفته، مش في غزوه اسمها غزوه ذات السلاسل لما كان الجو برد جدا؟ قال لا، انا اخشى على نفسي، ده الجو برد، ده مش برد زي اليومين دول، ده أسوأ برد برد. والراجل قال لك لو توضأت او اغتسلت شكل كده هيجي لي التهاب رئوي، وكان معاه السماعه يعني. لا، كان هو عالم بهذا الباب، مطلع واخد بالك على هذا الباب. طب وهل يعمل بقى بالتجربه؟ اصل انا النوبه اللي فاتت استعملت الماء فحصل لي التهاب رئوي، ده نوع من انواع الامراض، فهل يعمل بالتجربه او لا يعمل بالتجربه؟ هذه المساله اختلف فيها الامام الرملي والامام ابن حجر. فابن حجر بيقول لك يجوز ان يعمل بتجربته، لان التجربه تفيد العاده، والعاده من المبادئ التي يستند اليها في الاحكام. الامام الرملي قال لا، لا يعمل بالتجربه لاحتمال تخلف العاده، ولكل ايه؟ ولكل منهجه. طيب رقم 2، دخول وقت الصلاه. بس دخول وقت الصلاه ده سبب، لانه يلزم من دخول وقت الصلاه التيمم، ومن عدم دخولها عدم التيمم. يبقى ده سبب ولا شرط؟ يبقى سبب.
طيب قال دخول وقت الصلاة، هذا هو الثاني من أسباب التيمم، وهو دخول وقت الصلاة. ولكن يشترط في ذلك أن يتيقن من دخول وقت الصلاة، فلو شك في دخول وقت الصلاة لم يصح التيمم، لأن الأصل عدم دخول وقت الصلاة. طيب خلصنا احنا من ان هو لو تيمم شكا في دخول الوقت، يا ترى 50% احتمال يبقى الوقت دخل و 50% الوقت ما دخلش، احتمال مستوي الطرفين. طب والشك بقى ادراك ولا تصديق؟ للإدراك أعم، الإدراك، لأن الإدراك قد يكون على وجه التصديق، قد يكون على وجه التصور. الشك تصديق مستوي الطرفين. فمن عرفه بكونه إدراك فهو تعريف فيه تسمح، فيه تجاوز. طيب حتى يعني كده برضك هو كل حتة مفيش فيها أصول الفقه، لأن إحنا عاشقين بأصول الفقه. قال والوقت شامل لوقت العذر. طيب هو بيقول دخول وقت الصلاة، قال وقت الصلاة أعم، سواء كانت وقت الصلاة التي تصلى في حالة عدم العذر أو التي تصلى في حالة العذر. يعني إيه حالة العذر؟ يعني حالة الجمع. يعني افرض إن أنا دلوقتي سافرت وأريد أن أجمع بين الظهر والعصر، متى أتيمم للعصر؟ عند تيممي، أي عند وقت الظهر. فإذا أذن وقت الظهر تيممت وصليت الظهر والعصر. طب أريد أن أجمع الظهر والعصر في وقت العصر، أتيمم عند أذان العصر. أريد أن وهكذا. يبقى والوقت شامل لوقت العذر، وهو وقت الجمع بتيمم للعصر بعد دخول وقت الظهر حيث جمعها معها، لأنه يتيمم لهذه وهيتيمم لهذه، لأن التيمم الواحد لا يصلح إلا لفرض واحد، كما سيأتي أن التيمم له ثلاثة مراتب. قال بعد ذلك الشيخ شلتوت رضي الله عنه وأرضاه، وأتيمموا للصلاة بعد دخول وقتها ولو قبل الإتيان بشرطها. يعني مش لابد إن أنا أولا أستر العورة، ولا بد إني أنا أستقبل القبلة، ممكن إن أنا قبل أن آتي بأي شرط من شروط الصلاة لي أن أتيمم، يعني قبل ما أستر العورة، كما ولدت هكذا هتيمم وبعد ذلك هأستر عورتي. المرأة وهي حاسرة الشعر مثلا هتتيمم ثم بعد ذلك ترتدي ملابس الصلاة ثم بعد ذلك تصلي، هل هناك مانع؟ لا، لأنه ليس هناك دليل يحتم الشروط الأسباب وستر العورة قبل التيمم. الأمر مطلق، والمطلق يحمل على أي فرد من الأفراد. طب ومتى تكون وقت صلاة الجنازة؟ احنا عايزين نصلي على الميت ولا هنسيبه لغاية ما يضرب ويتحلل ويتحاسب ويخش الجنة والنار لغاية ما تيجي النار يبقى نصلي عليه؟ لا، ما احنا يعني وجدنا ماء لغسله ولم نجد ماء ليه؟ يعني لكي نتوضأ نحن ونصلي عليه ثم بعد ذلك نذهب به إلى مثواه الأخير. قال بانقضاء طهر الميت، غسلناه أو يمناه دخل وقت تيممنا، فإذا انتهينا منه بعد ذلك نتيمم ثم بعد ذلك نذهب به إلى مثواه الأخير. ربنا يرحمنا وإياكم ويخفف سؤالنا وسؤالكم. قل اللهم آمين. طيب قال بعد ذلك، طب وقت صلاة الاستسقاء، عايزين نصلي الاستسقاء وما فيش ماء، ماذا نصنع؟ قالوا عند إرادة فعل صلاة الاستسقاء نتيمم. إذا أردنا فعلها
سواء كان أردنا فعلها فعلا جماعيا أو أردنا فعلها فعلا إفراديا. فالتيمم إنما يكون عند إرادة الفعل. طب وقت صلاة الكسوف والخسوف، أصلي لكسوف الشمس أو لكسوف القمر؟ قالوا عند تغير الكوكب. يا بقى الشيخ بقول عند تغير الكوكب اللي هو إيه؟ يا القمر يا الشمس تغيرت، ولو أدنى تغير حينئذ دخل وقتها فتتيمم. لأن دخول وقت الصلاة مختلف، ودخول وقت كل صلاة بحسبه. خدها دي بقى من عبد الله واتكل على الله. دخول وقت كل صلاة بحسبه، التي لها وقت معروف فبدخول وقتها المعروف، والتي ليست لها وقت كصلاة الجنازة بطهر الميت، والتي في الاستسقاء عند إرادة الفعل، والكسوف والخسوف عند التغير. يا سلام، إيه ده؟ طب وصلاة النفل المطلق، عايز أصلي ركعتين لله؟ قالوا عند إرادة فعل الركعتين يدخل الوقت. في أي وقت أتيمم لصلاة النفل المطلق حتى وإن كان وقت الكراهة، ما لم أقصد إني أنا أصلي متعمدا في وقت الكراهة. فلو تيممت في وقت الكراهة لكي أصلي متعمدا في وقت الكراهة لم يصح التيمم. طب وسجود التلاوة عند إرادة فعله، ولا عند سماع الآية؟ لا، عند إرادة الفعل. أنا عايز سمعت الآية وأريد أن أسجد، تمام، عند إرادة الفعل. طب وسجود الشكر عند إرادة فعله، ولا عند اندفاع النقمة وحدوث النعمة؟ لا، عند إرادة الفعل. بعد كده قال يا مشايخ وطلب المال، وهذا هو الثالث من أسباب التيمم، اللي هو إيه؟ اللي هو طلب الماء أو طلب الماء. شيخ البجولي بيقول فيها ضبطين. الضبط الأول فتح اللام، طلب لا، وهذا هو المشهور. والضبط الثاني الإسكان، طلب الماء أو طلب الماء. طيب في أي وقت وفي أي حال؟ قالوا يطلب الماء إلا إذا تيقن من فقد الماء. أنا متيقن 100% أن هذا المكان ده ماء فيه، فحينئذ لا يطلب الماء ولا يبحث عنه في أي مكان. لماذا؟ لأنه عبث، لأنه لا فائدة فيه، لأنه تحصيل حاصل. أنا عالم وعارف أن هذا المكان لا ماء فيه ومتيقن من هذا، فطلبي حينئذ يكون عبثا، طلبي يكون حينئذ بلا فائدة، طلبي حينئذ يكون إهلاك لضياع، تضيع لوقتي وتضييع لجهدي وتضييع لمجهودي، وإلا فلا فائدة للطلب. فيتيمم في هذه الحالة بلا طلب، تيقنت تيمم بلا طلب بعد دخول الوقت. طب وهل لو لم أتيقن متى أطلب؟ هل ينفع أن أنا أطلب قبل الوقت؟ قال لا، تطلب بعد دخول الوقت. طب إذا طلبت قبل دخول الوقت لم يكفي، لماذا؟ لأنك طلبت شيئا لم يكن واجبا عليك. وهل الطلب يتعين أن يكون منحصر في المتيمم؟ قالوا لا، ممكن أنت تطلب أيها المتيمم، وممكن أن أنت تفوض غيرك أن يطلب لك. ولذلك أجازوا للجماعة أن يرسلوا واحدا يطلب لهم الماء بعد دخول وقت الصلاة. طيب خلصنا من النقطة دي. وتعذر استعماله،
تعذر استعماله كل إن التعذر إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. مثال للتعذر الشرعي أن يخاف على نفسه من استعمال الماء ذهاب نفسه. يعني أنا لو استعملت الماء هموت ههلك. يبقى هذا التعذر إيه؟ يبقى هذا تعذر شرعي. طيب يا سيدي، يبقى أن يخاف على نفسه لو استعمل الماء أن يهلك هيموت، أو لو استعملت الماء إذا دي يعني مثلا هتهلك بمعنى العضو هيتلف أو هيبطل عمل أو هيقل عمل. خلاص إحنا مش عايزين بك الضرر. ده الشريعة جميلة ومن جمالها أنه لا ضرر فيها ولا ضرار. يا سلام، خلينا نحافظ على بدنك، إحنا عايزينك حتى تنفع نفسك وتنفع أهلك وتنفع المجتمع. يعتبر في الخوف. طب هو مين بقى اللي يقول لي إن يعني ده مخيف على النفس أو على العضو؟ قول طبيب عدل في الرواية هو اللي يقول لي خلي بالك أنت لو استعملت الماء هتموت، أو لو استعملت الماء منفعة العضو هتضيع هتتشل. طب وهل يجوز أن يعمل بمعرفته؟ نعم، هو قارئ كويس في الطب ودخل شوية دورات ومعاه إجازات. طب هل يجوز أن يعمل بتجربته؟ خلاف بين الرملي وابن حجر، منع الرملي وأجاز ابن حجر، احفظ كده. ومثال الفقد الحسي، ما لو كان بقربه ماء ولكن الماء ده بينه وبين الماء أسد، أو بينه وبين الماء قطع طريق، لو ذهب إلى الماء سيعني يفتكون به، فده يبقى إيه؟ يبقى فقد حس. والعلماء أقاموا الموجود منزلة المعدوم لسبب، وهذا منه. طيب بعد كده قال وإعوازه بعد الطلب، وإعوازه بعد يا مشايخ بعد الطلب، هذه زيادة في بعض نسخ المتن، وإعوازه بعد الطلب، وفي بعض نسخ المتن ليست موجود، هكذا يقول المحقق البغوي، وبعضهم جعلها شرطا خامسا، وبعضهم ألحقها بما سبق، وإلحاقها بما سبق أوفق، لأنك لو جعلتها خامس هتجعل الطرب سادس، ولو جعلتها سادس هيختلف مع قول أبي شجاع وشرائط التيمم خمسة أشياء. خلي بالك أشياء ممنوع من الإيه؟ من الصرف. حفظت بقى المتن بتاعها، وفي لفظ أشياء عند القوم أقوال، ياريت تحفظوه. أنا عايزكم تذكروا متن أبي شجاع بالشروح اللي هو شرحت عليه، لأن دي فرصة جميلة، وكمان بيبقى عندك أسبوع كامل. اقرأ بقى في حاشية البجوري، اقرأ في الإقناع للعلامة الخطيب، اقرأ في كفاية الأخيار، اقرأ في شرح ولي الدين البصير، كنا بندرسه في معهد القراءات في تخصص القراءات. درسنا هذا الكتاب، يعني هو كتاب مجلدين، درسنا على ثلاث أعوام، على ثلاثة أعوام، من ثلاث أعوام أو على ثلاث سنين تنفع. قالوا هذه زيادة في بعض النسخ، وبعضهم جعل طيب، فيكون في كلامه مخالفة قلناها، والأظهر عدم جعله شيئا مستقلا، فهو من جملة التعذر الشرعي.
احفظها عندك. الأزهر يعني الأوفق والأحسن، مش الأزهر اللي هو من أقوال سيدنا الإمام الشافعي. طيب الأظهر والأحسن والأفضل أن يجعله، ألا يجعل شيئا مستقلا، بل هو من جملة التعبر الشرعي، فتكون جملة الأشياء خمسة. طب وما معنى إعوازه؟ إعواز جاية من العوز يعني الحاجة، يعني الاحتياج إليه بعد طلبه ووجوده، مش بعد طلبه بس، ما انت ممكن تطلبه ما توجدوش، لا تجده، لكن بعد طلبه ووجوده، طلبته وجدته ومعي الآن، لكنني احتجته لشربي، أقدم الشرب أم أقدم الوضوء؟ قال أقدم الشرب، لأن الوضوء له بدل والشرب قال لا يكون له بدل، وممكن حضرتك لو ما شربتش تموت. فصيانة لنفسك في المستقبل اترك الوضوء واذهب إلى التيمم. وإعوازه بعد الطلب لعطش حيوان محترم، إما العطش نفسه أو إما العطش حيوان محترم. محترم يعني إيه؟ يعني لا يباح قتله. أنا عزته للطيور عندي في البيت، أنا بربي طيور، بربي دجاج وبربي معيز، وليس عندي يعني غير الماء الذي تشربه هذه الدواب، ونفقتها واجبة علي، وحضرت وقت الصلاة وليس عندي إلا هذا الماء، أتوضأ به أم تشربه هذه الحيوانات المحترمة؟ لا، تشربه هذه الحيوانات المحترمة. طب افرض عندي ماء وانا محتاج، مش محتاجه، انا توضيت الحمد لله وصليت، ولكن ان شاء الله هتوضأ به لصلاة العصر لان مفيش ماء، وجاني واحد مثلا زاني مهدور الدم كان محصن، قال ده غير محترم، غير محترم يعني حيوان غير محترم لأنه مش معصوم الدم. يعني إيه؟ يعني ما تقولوش، مش يجب عليا يعني، ولو اديتهوله يبقى فيها مشكلة، ما هو بيقول لك أهو. أو ترك صلاة كذلك، إيه ربع عندك البجول بيقول إيه فيها؟ هي جميلة عندك، البجول هو اللي بيقول. قوله هو إعوازه بعد الطلب أي احتياجه بعد طلبه لعطش حيوان محترم، وهو ما لا يباح قتله كشربه أو شرب دابته. هي اللي بيركبها. ولو افرض أنا محتاجه مثلا للرداتير بتاع السيارة، طيب أقدم الرداتير عشان أقضي بها حاجياتي. طب يا حتة حلوة تخريج حديث. ولو كانت حاجته لذلك في المستقبل صون للروح عن التلف. ولو كانت في المستقبل يعني لم تكن الآن، لأن محتاج لصلاة العصر، ما هشربه أنا شأن دلوقتي الحمد لله مش عطشان، بس أنا بعد كده هعطش، والوقت الذي أعطش فيه وأحتاج فيه الماء أنا متوقع ومتأكد إن الماء لا يكون موجودا في هذا الوقت. لا تحت بقى هيتلاقيه بيقول لك وحيوان محترم وكذا وكذا. وخرج بالمحترم وهذه كالهرب والمرتد وترك الصلاة بعد أمر الإمام. وخرج بالحرب، خرج بالمحترم يعني احتياج الماء لحيوان محترم غير المحترم. مثل يلا نبي رأيتك صح، يلا ايه؟ كتارك الصلاة، كتارك الصلاة بعد أمر الإمام، بعد أمر الإمام بإقامة الحد عليه، أما قبل ذلك فهو في مرحلة الاستتابة، قولوا له ارجع صلي هتتدبح لو ما صليتش. ده كلام يعني نتكلم على أنظمة قديمة، أما الآن الهرية، الهرية يا ولدي بقى في هرية كتير، لغاية ما الناس من الهرية بدأت بالانفراد. يلا
فلا يتيمم لاحتياجه. ما تتممش لأنه محتاج إليه وما يدلش للإنسليه التارك الصلاة الذي أمر الإمام بقتله. الإمام يعني الخليفة. بل يتوضأ بالماء ولو أدى إلى هلاكه. مش هدولك حتى ولو أنت هتموت مش هدولك. ده أنت مهضور. طب خلاص. ويحرم التطهر بالماء المذكور إذا ظن محتاجا إليه. يعني هاب إنه هو ظن أن هناك شخص محتاج لهذا الماء فهل يجوز له أن يتطهر به؟ قالوا لا يجوز أن يتطهر به لأن حرمة النفس عظيمة. طب هل أن احنا نقول له تطهر بينا ولكن حاول أن أنت تجمع الماء الذي تطهرت به ثم بعد ذلك تشربه، هل هو أهل الشرع يكلفه بهذا؟ قالوا لا، لأنه مستقدر عادة. وفي حد بعد ما بيتوضأ بالماء اللي بيتوضأ بها ويغسل بها وشه ويغسل بها رجليه يشربها. يعني ما يشوف الشرع برضك الشرع جميل أو لا. طيب بالنسبة بقى للدابة، الدابة هتأنف اتوضأ يا سيدي هنكلفه بأنه يتوضأ بهذا الماء وما بقي منه إن كان يكفي الدابة يجعله للدابة لأن الدابة ما بتأنفش نفسها كويسة. وأجازوا للعطشان أن يأخذ الماء بالقوة من مالكه حفظا لنفسه. هياخدوا منك قهر هيغلبك وياخدوا منك وبعد كده يبقى يعطيك قدره بثمن مثله. طب وإيه العطش بقى؟ إيه هو بقى العطش؟ ما هو يعني درجته التي تؤدي إلى التيمم؟ قالوا هو الذي يحدده الطبيب. طب يقول خلي بالك العطش اللي عندك ده هيؤدي إلى الهلاك، يبقى محتاجين إلى طبيب إيه؟ إلى رواية طبيب عدل وله أن يعمل بمعرفته. وأما التجربة ففيها خلاف بين ابن حجر وبين الرملي. طب افرض أني أنا معيش ماء، بس معي ماء لكن الماء اللي معايا ده منفوق ومصروف لنفقة العيال وللزوجة، أروح أتوضى به والزوجة تهلك من الجوع والأولاد يهلكون وأبي وأمي اللذان تلزمهما نفقتي؟ قالوا لا، قدم هذه الأولويات. إذا باب التيمم دايما الشيخ بيعلمنا إيه؟ تقديم الأهم فالمهم. ده باب عظيم. اسمعي يا مشايخ الأولويات. والتراب الطاهر ده هو ده بقى الايه الشرط الخامس، التراب الطاهر اي الطهور. مش الطاهر هنا بس، لا ادى الطهور، يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولذلك الشارح ابن قاسم قال الطاهر اي الطهور. وهل هو دوى التفسير للطاهر والذي زياد على الطاهر؟ فيها قولين. الشيخ الباجوري بيقول احتمال يكون قول ابن قاسم اي الطهور، قال يعني ايوه الطهور الطاهر والطهور، او يكون ما اراد بمعنى الطاهر اي مطهر، ويكون استعمال الامام ابو شجاع لكلمه الطاهر في المتن جريا معه الآية فتأمموا صعيدا طيبا، قال ابن عباس أي طاهرا، فيكون عبارة بالطاهر اقتداء بسيدنا ابن عباس. كلام الشيخ الباجوري وهو كلام لطيف. قال هذا هو الشرط الخامس من شروط التيمم. قال علماؤنا جميع ما يصدق عليه اسم التراب يكفي في التيمم حتى ولو أخذه من على ظهر كلب، بشرط أن لا يكون يعني إيه حصل فيه بلل في أحد الطرفين انتقلت إليه النجاسة.
التراب المغصوب، يعني كان عندي تراب في فيلتي او في بيتي، حضرتك غصبته خدته مني بالقوه، هل يجوز ان انت تتيمم به؟ يجوز مع الاثم كالوضوء بالماء المغصوب. طب التراب المسروق من الحرز خفية كذلك يجوز مع الحرمه. والتراب الموقوف، التراب الموقوف اللي هو داخل في الوقفيه، داخل في الوقفيه ده كذلك، ها يعني كذلك يحرم التيمم به مع الصحه. طب التراب بقى تراب المقبره، تراب المقبره قالوا هناك مقبره منبوشه يعني قلبت ترابها، المقبره المنبوشه التي قلب ترابها اختلطت فيها، اختلطت بصديد الموتى، لان معنى ان هي قلبت يعني ايه؟ يعني قلبناها قلبنا اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يبقى هي ديت بقى مختلطه بصديد الموتى، هذه ان تاقن نبشها لا يجوز التيمم بها، لان التراب ده تراب نجس لانه مختلط بصديد الموت. طب لم يتيقن نبشها جاز. طب لو احتمل نبشها قالوا يجوز ايضا لان الاصل الطهاره. جميل، لسه فاضل كتير. له درس، لان ده في كلام كتير في الباب ده، وانواع التراب والقص والمص مش ناقص. قال الذي له غبار، له غبار اضاح، اضاح لايه؟ اضاح للتراب، لان التراب من شانه ان يكون له غبار. لكن الامام شيخ الاسلام زكريا الانصاري قال لا، ده دقيت للاخراج، اخراج التراب المندى، المندى يعني الذي وقع عليه ماء بسيط، لان حضرتك لو ضربته كده لن يعني يخرج الغبار، أن في تراب له غبار وتراب ما لهوش غبار، التراب الذي ليس له غبار هو التراب المندى الذي وقع عليه الماء فنداه، فلو وضعت يدك عليه لن يخرج منه غبار، يبقى له غبار يريد أن يخرج التراب المندى. طيب، فإن خالطه، الفاء هنا تفريعية، فإن خالطه جس، الجس بفتح الجيم وكسرها جص وجس، وهو الجبس أو الجير، عارفينه ولا مش عارفينه؟ ده موجود هنا ما تعرفوش ازاي. بص يا انت وهو في البتاع الابيض ده، عارفين ده بيتعمل منين؟ ده هو ده الجير يا انت وهو، انت ابيض كده، اصل انا كنت شغال حاجات كتير قبل كده. انا ما اشتغلتش في غير العلم يعني، واردت في بعض الفترات ان اعمل في غير العلم، ولكن في بدايه حياتي يعني وانا في العشرينات كده، ولكن نهاني والدي. بس يعني كل واحد يا مولانا ربنا اقامه فيما اختاره له في الازل، ربنا هيأنا للعلم الحمد لله، فما اشتغلناش في اي حاجه في حياتنا الا في العلم فقط بفضل الله تعالى. نعم سيدي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فهو بصوا في الابيض ده، حتى البنات بصوا كده فوق الكرانيش البيضاء ديت، دي معموله من الجبس ومن الجير. لا ده مش من اسمنت ابيض، ده جبس. لا ده جبس يا مولانا وجير، انا كنت بشوفه عندنا، لان احنا في التمرينات بنينا منزل كبير في الهرم، فكنا بنجيب الجبس ده واخد بالك ونطفيه كتل كده ونقوم حاطين عليها ميه فيطلع دخان،
دخان ويبقى سخن جدا. بيعملوا منه دلوقتي القص ده بيعملوا منه النورة. لو نزلت الأزهر عند رجب العطار قول له أنا عايز نورة، مش نورة يعني واحدة لا، نورة اللي هو عبارة عن خليط أبيض كده كالتراب، هو ده مصنوع من الجبس. ولكن هو ده بالجبس يا بيه، ده بالجبس مش أسمنت أبيض. عندنا عملناه إحنا في التمرينات من الجبس، وده أظن أنهم من الجبس. لا جبس بقى عشان يلزقوا بيبقى أسمنت أبيض. طب يحط، انت عرفت ياد منين الاسمنت الابيض؟ ده من مصر ولا من سنغافوره؟ كنت موال؟ لا اشتريها في موال. موال؟ الواد ده مش من سنغافوره. الواد ده من علم الطلبيه الهرم. هو ده من سيدنا الحسين والجماليه، ولا من ستنا زينب بركه الفيل؟ عارف بركه الفيل دي؟ حكي لي ان ابن حجر ولد فيها، هي في ظهري. السيده زينب في ظهري. ابن حجر العسقلاني بركة الفيل. لا هسألك كان فيها فيل ولا كان فيها غوريلا. فإن خالطه اللي هو ايه؟ جص. فالضمير المنصوب عائد إلى التراب. فإن خالط التراب جص. وينفع تقول فإن خالط التراب جصا، بس اللي في النص خلاف كده، خالطه جص أو رمل دم يجز. يا جز بضم الياء بفتح الياء وضم الجيم، يجز من الجواز. أو لم يجزي بضم الياء مع سكون الجيم من الإجزاء. يعني هي إما من الجواز وإما من الإجزاء. فإن كانت بضم الياء وسكون الجيم لم يجزي هتبقى من الإجزاء، وهذا أولى كما ذكر المحقق الباهولي. أو بفتح الياء وضم الجيم لم يجز، يعني ايه؟ يعني لا جواز فيه من الجواز. قال خالطه جس او رمل لم يجزي من الاجزاء، يعني هو ليس مجزئا، عايز يقول ليس مجزئا او ليس جائزا. الله، شفت مع الضبط بيختلف. علم حلو صح؟ مش هتلاقي ده ولا عندك ولا في اي حته، هتلاقيه في مصر بس عند شلتوت. وهذه المساله مساله خلافيه بين الاصحاب. ولذلك هتلاقي عندك كده، اطلع كده للشيخ ابن قاسم هيقول لك ايه، وهذا موافق اللي هو عدم الجواز او عدم الاجزاء لما قاله النووي في شرح المهذب. اسمه ايه شرح المهذب؟ المجموع والتصحيح. تصحيح ايه؟ تصحيح التنبيه مطبوع، ما هو له شروق، له عده مؤلفات الامام النووي على التنبيه، له تحرير الفاظ التنبيه وطبع مع التنبيه، وله تصحيح التنبيه وطبع ايضا. الاثنين موجودين، وله كتاب ايضا اسمه التحقيق، وصل فيه الى كتاب صلاة المسافر، بس التحقيق ده كتاب منفصل. انا بقول الكتب التي ألفها الامام النووي على التنبيه، لان الامام النووي تفرغ للتنبيه وتفرغ للمهذب. ده كان له 12 درس بالمهذب في اليوم، ولكن احنا درس في الاسبوع والطلبه جت تعمل كده. لا مش وايه، انا يعني الطالب عارف ان لما برفع الاداء هتبقى صعب، احنا ماشيين وسط. لكنه في الروضه، روضه الطالبين،
والفتاوى له كتاب اسمه الفتاوى، هتلاقيه عندك على الشاملة، لكنه غير مشهور. جوز ذلك، قال لا، التراب المختلط بجص أو رمل يجوز التيمم به. طب إيه بقى المعتمد من هذا وذاك؟ اقرأ يا مولانا البكوري هيعتمد إيه؟ قوله لكنه في الروضة والفتاوي إلى آخره استدراك على ما قبله، لأنه ربما يوهم أنه لم يخالف ذلك. وقوله جوز ذلك أي التيمم بالتراب الذي خلطه رمل لا جص، فالخلاف بمسألة الرمل لا في مسألة الجص. وإن كان ظاهر صنيع الشارع، لا يعني هو عايز يقول الجص ده بالاتفاق، أنه إذا خلط التراب جص لم يجز باتفاق أو لم يجز باتفاق. أما مسألة الرمل هي المسألة الخلافية، إن خالط التراب رملا حصل فيها الخلاف بين ما في الروضة وبين ما في المجموع والتصحيح. اقرأ. لا في مسألة الجص، وإن كان ظاهر صنيع الشارح أن الخلاف فيها أيضا ويهمل. وإن كان ظاهر صنيع الشارح اللي هو ابن قاسم أنه لم يحدد، تعوم الكلام. أنا عن نفسي لما قرأتها أول مرة ظننت أن الخلاف في الجص وفي الرمل، ده ظاهر العبارة كده لأنه لم يفرق بين هذا وذاك، بل جمع الاثنين. الإمام ابن قاسم جمع الاثنين ولم يفصل. ويحمل القول بعدم الإجزاء على، لا انزل تحت تاني، انزل تحت بس، ده لسه هنحرر عبارة ابن قاسم، احنا ما بنقرأش ابن قاسم. ايه المعتمد بالاثنين؟ ده هو شكله كده ما قالش فيه معتمد اصلا. طيب ماشي، يلا اللي بعده. قال ويصح التيمم برمل فيه غبار. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ مسألة الفتت التراب مع الرملة. طب افرض فيه رملة لها غبار موجودة، الرملة ايضا لها غبار، حضرتك لما شفت الرمل وعملت ايدك عليه كده خبطت ايدك هتلاقي فيه يعني هبو كده بيطلع. قال بأن يلصق بالعضو لأنه من طبقات الأرض، لأن الرمل من طبقات الأرض، وربنا سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا إيه طيبا والصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من التراب. هذه المسألة. طيب التراب، ذكر التراب يعني في كلامه اللي هو الشرط الخامس يخرج ما ليس بتراب، مثل النورة وهي الجير المحرق. الجير المحرق يعني اللي وضع عليه ميه وبعد ذلك اخذ ودق، ودي موجوده عند العطارين الى الان، تستعمل لازاله شعر الابط، اسمها نوره. لو رحت حضرتك لقاها خضر العطار ولا مش عارف ايه هتجيبها هناك من سيدنا حسين. خرج بالطاهر ايضا، بيقول لك التراب الطاهر خرج النجس، وخرج التراب المتنجس، وخرج كذلك المستعمل. والمستعمل في إزالة النجاسة المغلظة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وخرج أيضا من المستعمل، وهو صورة من صور المستعمل، ما تناثر من العضو بعد مسح العضو. أما ما وقع وأنا لسه بنقله قبل ما أمسح بوجهي، وقع قبل ما يمس عضو الوجه والإيدين، يبقى ده ليس من التراب المستعمل. وفرائضه، أتكلم هنا على فرائض التيمم. قال وفرائضه يعني جمع فريضة، والفريضة هي الركن، والركن يعني أجزاء ماهية للتيمم التي لا يتحقق ولا يحصل التيمم بغيرها. أربعة. طيب العلماء أصحابنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في أركان التيمم، وتعددت مشاربهم وطرقهم في عد أركان التيمم.
ابن أبي شجاع، أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعلها أربعة في هذا الكتاب. قال هي أربعة. قال أبو شجاع رضي الله عنك وأرضاك، لحظة واحدة يا أولاد عشان أنا الكلام كثير. زاد في المنهاج خامسا. الإمام النووي في المنهاج قال لا هم خمسة. طب والخامس يا مولانا؟ قال الخامس ونقل التراب، تحويل التراب إما من الأرض أو من الهواء إلى الوجه أو اليدين. وزاد في المجموع سادسا وهو القصد إلى نقل التراب. قال الخمسة اللي ذكرهم في المنهاج وعليهم سادس، هو إيه يا إمام في المجموع؟ قال وهو القصد لنقل التراب، إن أنا أقصد بجوايا إن أنا أنقل التراب. فالقصد لنقل التراب غير نية التيمم، نية التيمم بنية استباحة، وقصد التراب إيه؟ قصد تحويله. وشتان بين هذا وذاك. الإمام في الروضة الإمام النووي زاد سابعا، ألا هم سبعة الستة اللي ذكرتهم في المجموع ومعهم سابع، هو إيه مولانا؟ قال هو ذات التراب. قالوا إزاي ذات التراب؟ قال لا يعني تجوزا تسمحا استعمال التراب، استعمال التراب هو الركن السابع. والمعتمد ما في المنهاج وهذا الذي اعتمده الخطيب الشربيني. طب يا مشايخ الإسلام، أول حاجة النية، طبعا النية ركن من الأركان، إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إلى آخره من الأدلة التي تدل على أنه لا بد من النية. نية إيه؟ أي نية استباحة الصلاة، يعني ينوي استباحة الصلاة أو ينوي بقلبه استباحة ما يفتقر إلى التهم. يعني أنوي مثلا نية استباحة الطواف، نية استباحة سجود التلاوة، نية استباحة مس المصحف. طب وهل تكفي نية الاستباحة؟ العامة كان يقول نويت استباحة محتاج إلى ظهر. يكفي. طب لو قال نويت التيمم للصلاة يصح يا مولانا؟ نعم يصح. لو فيش أحسن من كده، سؤال وجواب. حولنا لكم العلم إلى إيه؟ إلى سؤال وجواب، لأن أنا تأثرت بدار الإفتاء شوية. طب لو قال نويت التيمم للصلاة هيصلي بيها إيه؟ قال يصلي بيها النافل، ما يصليش الفرض، لأن المطلق في الصلاة يحمل على أقل الدرجات، وأقل الدرجات هي النافلة مش الفريضة. طب قال نويت الصلاة، نويت التيمم للصلاة المفروضة، أصلي بها الفرض والنافل؟ نعم يجوز أن تصلي بها الفرض والنافل، لأنها إذا صحت للأعلى فمن باب أولى أن تصح للأدنى. طب لو قال نويت صلاة النافلة صلى بها النافلة فقط ومن في درجتها، لأن احنا نتكلم ان هما ثلاث درجات، خلي بالك الباب ده مهم جدا. طب يا مولانا هل يكفي اني انا اقول نويت فرض التيمم فقط كده؟ قالوا لا. طب ما هو لو قلنا نويت الوضوء المفروض أو أداء الوضوء الواجب صح؟ قال ما هو الفرق إن التيمم طهارة ضرورة وغير مقصود بخلاف الوضوء، ولهذا الوضوء يسن تجديده لأنه مقصود لغيره، والتيمم لا يسن مطلقا تجديده. طب وهل يا مولانا يكفي
أو خلي بالك كل الأسئلة ديت، يعني أنت اجعل نفسك مسؤول وقاعد مفتي كده وبتجيب، لأنك ستبتلى بهذا. وإحنا ما كناش متوقعين إن إحنا نبتلى بالفتوى، وأخبرنا شيخنا حفظه الله أننا سنبتلى بالفتوى، وابتلينا بالفعل بالفتوى، ووقفنا موقف المفتي. فربنا يعيننا على هذا الموقف. هل يكفي إني أنا أنوي وأنا بتأمل رفع الحدث مطلقا كده؟ لا يجوز. طب ليه؟ قال لأن التهمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة ويبيح مفتقر إلى طهر. طب افرض إني أنا نويت بالحدث، قصدت من الحدث ولاحظت كده وأنا بنوي إن الحدث مراد منه المنع، وإن المراد من الرفع الرفع المقيد بصلاة مش الرفع المطلق. قالوا يجوز، لأنه معنى صحيح، لأن الحدث معناه المنع، المنع من الصلاة، فأنا برفع المنع من الصلاة رفع مقيد بالصلاة اللي أنا هصليه، وده معنى صحيح. هما في حالتين. جميل. صلى على النبي، صلوا على سيدنا رسول الله كمان. طيب يا سيدي، بيقول لو قال نويت رفع الحدث، قال والله له حالتان. الحالة الأولى إنه هو لا يلاحظ من الحدث إلا الوصف اللي هو القائم بالأعضاء المنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. قال لو هو أو أطلق ما لاحظ حاجة، قال كده نويت رفع الحدث، هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن التهمم لا يرفع الحدث، ولو كان يرفع الحدث لما بطل برؤية الماء، لكنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح مفتقر إلى طهر، يبيح الصلاة، يبيح الطواف، يبيح مس المصحف، يبيح قراءة القرآن للجنب وهكذا. لكن افرض إن أنا وأنا بتأمم جيت دماغي قلب بيقول نويت رفع الحدث، ولاحظت بعقلي إن الحدث معناه المنع، المنع من الصلاة، مش المنع من الصلاة بيترفع بالتأمم، بيترفع، ولاحظت بيه رفع إنه هو يعني إيه هيرفع، يعني هيدفع عني المنع من الصلاة، يبقى إيه؟ يبقى رفعا مقيدا بهذه الصلاة. يجوز؟ آه يجوز، لأننا ملاحظ إن معنى القصد اللي جوايا هو نويت، بأنه كأنه بيقول كده نويت رفع المنع الذي يمنعني من هذه الصلاة. طب ما هو بالتأمل خلاص ارتفع المنع ده، لكن بعد ما أصلي، لأن ما بصليش بالتأمل إلا فرض واحد، لا ينفعش أصلي بالتأمل. ليه؟ لأنه هو للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة خلاص اندفعت بواحدة. طيب اللي بعده، قال ولو قصد بالحدث مات، ولا يجب تعيين الحدث. وانا بقول نويت رفع الحدث ولاحظت به هذا المعنى، هل يا ترى لازم ان انا او نويت استباحة الصلاة اعين الاستباحة من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر؟ قالوا لا، لان الحكم ما يختلفش. فلو كان عليك يعني حدث اكبر فقلت نويت استباحة الصلاة اجزاها، عليك حدث اصغر وقلت نويت استباحة الصلاة المفروضة او ايه يبقى جاز، ما فيش مشكلة، ما بيختلفش الحكم. حتى لو انت تيممت وانت قاصد الحدث الاكبر فبان ان عليك الحدث الاصغر صح او العكس صح. مراتب النية ثلاثة، عند النية لها ثلاثة مراتب، انتبه.
أولها الفرض، فرض الصلاة دي أعلاها. نويت استباحة فرض الصلاة، هذا أعلى الدرجات. أو نويت استباحة الصلاة المنذورة، ده من الأعلى، دي المرتبة الأولى. أو نويت استباحة طواف الوداع، مواجب على المعتمد. أو نويت استباحة طواف الإفاضة، هذا من الأعلى، يبقى دي الدرجة الأولى. أو تيممت بنية أن تصعد وأن تخطب الجمعة، بل خطبة الجمعة قائمة مقام ركعتين. يوم الجمعة حضرتك بتصلي كام؟ بتصلي ركعتين، والخطبة ديت قائمة مقام ركعتين. يبقى زي الفرض بالظبط. وهنا في كلام دقيق قوي ابن حجر مش عايزين نخش فيه، الله يكرمك. طيب، لا يصلي بالتيمم للخطبة فرضا آخر. أنا طلعت وتيممت للخطبة، ما صليش معاها فرض آخر، بل أتيمم لأي فرض آخر. ولا يجمع معها فرضا آخر، يعني ما تأممش للخطبة وصلي معها فرض آخر، لأنها مثلها مثل الإيه؟ الركعتين. ولو جمع الخطبتين على المنبر بتيمم واحد، لأن الخطبتين بمنزلة خطبة واحدة. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية في نية التيمم، الدرس ده مهم جدا وظريف جدا. نفل الصلاة، أنوي استباحة نفل الصلاة أو نفل الطواف أو صلاة الجنازة. ما هو صلاة الجنازة نزلت للدرجة الثانية، لأن هي ملاحظ فيها عدم التحتم على كل مكلف، فلما كانت كذلك ألحقت بالنوافل من هذه الجهة. المرتبة الثالثة ما عدا المرتبة الأولى والثانية كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ومس المصحف، حتى وإن كانت قراءة القرآن منذورة إلا أنه ينظر فيها، ينظر فيها لأصلها وهي أنها إيه؟ نافلة. طيب، أنت أتمت الثلاث أحكام، إيه بقى الحكم؟ قال إذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استراح به المرتبة الأولى والثانية والثالثة. قلت هكذا في نيتي، نويت استباحة الصلاة المفروضة، استباحت به الصلاة. طيب، بدل ان انا عايز بدل ما اصلي اروح اطوف، لان المطاف في طواف الركن النهارده مش زحمه، بس انا قلت ايه؟ نويت استباحة صلاة الفرض، يجوز ان انا اطوف بيه، صح كده؟ صح. قلت نويت استباحة صلاة الفرض عشان اصلي الظهر، وجدت امامي جنازة صليت، بدا لي ان انا عايز اصلي ركعتين صليت، بدا لي ان انا عايز اقرا قران خلاص اقراه. يبقى من نوى للمرتبة الاولى شيئا جاز له أن يفعل بها المرتبة الأولى والثانية والثالثة، بل له أن يفعل الأولى ويجمع معها المرتبة الثانية ويجمع معها المرتبة الثالثة. وإذا نوى المرتبة الأولى جاز له العدول عن أحد أفراد، عن الذي نواه إلى أن يفعل أحد أفراد هذه المرتبة. يبقى إذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباحة واحدا فيها ولو غير ما نوى زي ما قلنا، واستباح معه جميع الثاني والثالث. إذا نوى واحدا من الثانية
استباح جميع ما في المرتبة الثانية، واستباح أيضا معها ما في المرتبة الثانية الثالثة، وإذا نوى الثالثة استباح بها كل ما في المرتبة الثالثة، ولا يجوز له أن يذهب إلى الثانية ولا إلى الأولى. لو قال على سبيل المثال نويت استباحة الفرض والنفل استباحهما معا، أو قال نويت استباحة الفرض استباح الفرض والنفل، ولو قال نويت استباحة فرض الصلاة استباحها وصلى معها ما شاء من النوافل، نويت استباحة صلاة العشاء صام العشاء ويلا بقى صلي معها الوتر وصلي معها ما شئت من النوافل. ليه؟ لأن النفل تابع للفرض، فإذا صلحت النية للفرض فمن باب أولى تصلح للنفل لأنه أدون وأهون. وقالوا يجب قرن النية بنقل التراب. يلا بقى عايزين نبدأ هنعمل ايه؟ هننقل التراب. طب وانا بنقل التراب يجب علي ان اقرن نية استباحة الصلاة على سبيل المثال بنقل التراب، ولا بد ان توجد هذه النية عند مسح الوجه. ايه بقى المراد بالنقل يا مولانا؟ قالوا المراد بالنقل تحويل التراب من الأرض إلى الوجه واليدين، أو من الهواء إلى الوجه واليدين. طيب ماشي حلو، احنا النهاردة قلنا 95 فقرة، بسم الله ما شاء الله. أنا كنت ظانن إن الخمسة، أنا هكتب 100 فقرة، 105، ظننت ان ال 105 دول هيقعدوا 3 ساعات، ولكن عندكم نيتكم حلوه يا اولاد، نيتكم طيبه. بعد كده قال ومسح الوجه واليدين مع المرفقين، وفي نسخه الى المرفقين. النسخه اللي فيها الى المرفقين، المرفقين داخلين في المغير هكذا في الشرح. ومسح الوجه ومسح اليدين مع أو إلى المرفقين. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، مش لازم بقى تجيب التراب وتحش جوه، لا ده انت تبقى أهبل بقى، والأصل ان انت مش أهبل. حتى ولو كان الشعر خفيف. ليه؟ قال والله دفعا ورفعا للمشقة، لأن المشقة تجلب التيسير. مع المرفقين الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال لا، المرفقين مش داخلين والذراع مش داخل، ده هم لغاية الإيه؟ لغاية الكوع. ماشي، لكن ده مذهبنا يا مولانا. ويكون مسحهما بضربتين لخبر الحاكم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. عندك في الحديث إلى المرفقين الآخر هذا في حديث الحاكم. قالوا لأن، طب ولماذا كان المسح بضربتين؟ ليه يعني؟ قالوا لأن استيعاب الوجه كله واستيعاب الإيدين إلى المرفقين لا يكون إلا بضربتين، من أجل أن الاستيعاب لا يحصل إلا بذلك. والترتيب، ده الترتيب ده ركنه، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين. الترتيب فين يا مشايخ؟ الترتيب مش في نقل التراب، الترتيب في مسح الوجه على اليدين. وقالوا ليس في أخذ التراب ترتيب. جميل. طيب بعد كده قال يشترط تعيين العضو، ولا يشترط تعيين العضو الذي ينقل اليه التراب على المعتمد. مش لازم وانا بنقل التراب
أعين إن أنا دلوقتي بنقل التراب للوجه أو بنقل التراب للإيدين، هل لا يشترط هذا على خلاف طويل في المذهب؟ هذا هو المعتمد. حتى أنه لو أخذ التراب ليمسح به وجهه، أخذ التراب كده ولم يمسح به الوجه، فتذكر أنه مسح وجهه يمسح بإيديه، أو أخذ التراب ليمسح به يديه إلى المرفقين فتذكر أنه لم يمسح وجهه، جاز له أن يمسح وجهه بذلك، لأنه لا يشترط تعيين العضو الممسوح في نقل التراب. والترتيب تقديم مسح الوجه على اليدين، جميل، سواء كان الحدث أكبر أو الحدث أصغر، أو كان غسل مسنون أو كان وضوء مبدل، ما فيش فرق ما بين ده وما بين ده. يجب الترتيب فيه ده بقى عدة أخرى. ماشي كده، إن أنهينا وانتهينا. هنقف عندي وسننه أشياء، يبقى فضلنا الإيه؟ السنن، وفضلنا النواقض، وبعد ذلك نتكلم على مسح الجبيرة.